بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على حشيشة الأفعى أو البلسكي أو اللاصقي. بلسكا لاصقي حشيشة الأفعى غاليما أبارين اسم اللاتيني ديالها، كانت من الفصيلة الأفوية. الفصيلة الأفوية هاد النبات كيتسمى ب لاصقي لأنه كيلصق بكل ما يحاذيه من نبات، كيلصق مع أي عشبة كتقرب منه. هاد النبات يفيد في علاج يعني اليرقان والودمة الوديمية أو تجمع السوائل والقروح أي التقرح، ومنشط للدورة الدموية. النبات النبات يكون في شهر مايو يعني أو وقت استعمال، يجفف سريعا يعني فيه الجلوكوزيدات والاسبيرولوزيد. هذا النبات يكون في الحقول، وفي الحقول غالبا يكون في الحقول يعني نادر ما نجده في غابة معينة، غالبا ما أراه أنا في الحقول. هذا هو النبذة البسيطة عن حشيشة الأفعى. وهناك للإشارة، فهناك نبات آخر يطلق عليه حشيشة الأفعى، يعني النبات الذي أذكره أنا فالنبات الذي أضعه في الصورة. النبات اللي كنتكلم عليه أنا هو اللي كنحطه في الصورة في الفيديو عندي، مكنتكلمش على شي نبات بدون صورة، لأن هاد النباتات فيهم خلاف. دابا هاد النبات ديال الله يسقي فيه يطلق حشيشة الأفعى على واحد النبتة أخرى ماشي هي. وهذا كل شيء، والسلام عليكم.